مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس 28 يناير 2021 والقنوات الناقلة والمعلقين. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. نقدم لكم اليوم جدول مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز التي ستقام اليوم الخميس 28 يناير 2021، حيث تقام مباراتين بالجولة العاشرة وهي كالتالي: المباراة الأولى البنك الأهلي وطلاع الجيش تقام في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مصر والثالثة ونصف بتوقيت السعودية وتذاع على قناة اون تايم سبورت اتش دي. المباراة الثانية الزمالك ومصر المقصة تقام في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر و8:30 مساء بتوقيت السعودية وتذاع على قناة اون تايم سبورت اتش دي بتعليق حاتم بطيشة. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.